الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجيبوتي ويؤكد تحلي مصر بإرادة سياسية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة. مدبولي يستعرض العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بوتين يبحث مع ماكرون الأزمة الأوكرانية ويؤكد أن لدى بلاده مخاوف أمنية مشتركة مع فرنسا. التاسع مساء في القاهرة، السابع بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. متميزة هي العلاقات التي تجمع بين مصر وجيبوتي، وذلك على المستويات كافة. وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورا في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، حيث جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف، واستعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلمين الوطنيين. وقد شهد الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الرئيسين عقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بزيارة أخيه الرئيس جيلة إلى مصر، معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وكذلك قضية سد النهضة. من جانبه أعرب الرئيس جيلة عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة. وفي ختام المباحثات شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التشاور السياسي والطاقة والموارد المتجددة وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة، مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة. ورحب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة بقصر الاتحادية بالرئيس الضيف في بلده الثاني مصر، مشددا على أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية. تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا، واتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة، وأكدنا على ضرورة الدفع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني. وتابعنا الجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة عبر نشر قيم الإسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الأزهر الشريف. أكد الرئيس السيسي على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. وأضاف الرئيس السيسي أنه تم التأكيد خلال مباحثاته مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة على أهمية العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولنا الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم، في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من الواجب احتواؤها، فضلا عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من قارتنا. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، قراءتك لهذه الزيارة، زيارة الرئيس الجيبوتي إلى القاهرة، وكيف تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين، وكيف قرأت الحديث عن جهود إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي؟ دكتور مصطفى،
دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، أتساءل عن أهمية زيارة الرئيس الجيبوتي إلى مصر وقراءتك لها، وكيف تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين مصر وجيبوتي؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا تعزيز العلاقات المصرية ما بين مصر وجيبوتي بتترجم الآن طبعا بعد العلاقات الدبلوماسية إلى تحقيق التعاون الاستراتيجي والشراكة والمنفعة ما بين الدولتين. طبعا بعد الزيارة الهامة اللي قام بيها السيد الرئيس في مايو الماضي في عام 2021 لجيبوتي، بتترجم الزيارة لعلاقات استراتيجية وشراكة ومنفعة ما بين الدولتين. حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين بيزداد، وبينفتح المجال لزيادة الاستثمارات المصرية في دولة جيبوتي. دولة جيبوتي لها من الخصوصية أنها دولة إفريقية وعربية، وأيضا كمان هي من جزء من القرن الإفريقي اللي هو ذات بعد استراتيجي بالنسبة لمصر. علشان كده النهاردة مصر بتحقق طموحات بعض من الأمور الاقتصادية داخل الدولة الجيبوتية في أن هي بتوجد منطقة لوجستية صناعية مصرية كبيرة تعود بالنفع على جيبوتي، وأيضا تكون لها من المصالح الاقتصادية لمصر. بنكون أيضا في ترجمة لزيادة الربط ما بين الجهاز المصرفي المصري والانفتاح على الدول الإفريقية بالأخص في جيبوتي، لأن حجم التبادل التجاري بيحتاج إلى تعاون كبير من الجهاز المصرفي لدخوله في جيبوتي للتيسير على حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية. اللي احنا بنشوفه ده النهاردة نجاح كبير جدا لمصر، ان هي بتحتوي جميع الدول الافريقية. ليه دايما ما بنسعى لتحقيق منطقة التجارة الحرة، وبنكون كلنا بنعود بالنفع على دولنا بعضها البعض. فاعتقد ده نجاح ان احنا بنشوف السيد الرئيس اسماعيل عمر ضيف كريم في مصر، بيكون بيحقق الشراكة بتوقيع العدد من الاتفاقيات النهاردة داخل جمهورية مصر العربية. طب إلى أي مدى يا فندم بتسهم هذه الزيارة في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر؟ خلينا نقول دايما أن التبادل المصالح الاقتصادية بيكون لها بعد اجتماعي أساسي في غاية الأهمية. زي ما النهاردة فخامة الرئيس بيتكلم أن هذه الاتفاقيات لها بعد أمني، القضاء على الإرهاب، التغير الفكري لكثير من الأمور، التعاون في التعليم والصحة وما شابه لذلك. ولكن الجانب الأساسي اللي احنا دايما بنسميه بؤرة الحدث الأهم لترجمة الأوضاع الاقتصادية، أن احنا النهاردة بنحقق تلبية مطالب القارة الإفريقية أو دولة جيبوتي في أن هي تكون حريصة على زيادة التعاون للبحر الأحمر في منطقة الجنوب والقرن الإفريقي في قضية زي قضية سد النهضة. لأن احنا ما ننساش أن هي جزء كبير جدا من تعتبر البوابة الشرقية للدولة الأثيوبية والدولة أريتريا، فده بيزيد في حجم التعاون. ممكن هذا بيفتح الباب لمزيد من التعاون لدول حوض النيل، لمزيد من التفهم للعديد من القضايا الإفريقية. مصر بترسخ دائما اللي هو التبادل الاقتصادي، التبادل الاستثماري، الانفتاح بعملية التبادل المنفعة الاقتصادية. الشراكة هي اللي بتحقق دلوقتي العائد. خلينا نقول الرسالة مصر دايما بتكون الصناعة أو التطوير في العلاقات أهم من الحروب وأهم من العمليات الإرهابية اللي بتمنى بها الدول في القارة الإفريقية. نعم دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة أن زيارته لمصر تعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة. وقال الرئيس الجيبوتي إن محادثاته مع الرئيس السيسي كانت بناءة ومثمرة. لقد أجريت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات بناءة ومثمرة، حيث تناولنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة، كما تبادلنا الرؤية ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قد اتفقنا على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية.
تتسم العلاقات بين مصر وجيبوتي بالتميز على المستويات الرسمية والشعبية كافة. كما شهدت علاقة مصر وجيبوتي في عهد الرئيس السيسي تطورا عكسه تعزيز التنسيق والتشاور الدائم بين البلدين. علاقات متميزة بين مصر وجيبوتي على كل المستويات الرسمية والشعبية في ظل التنسيق والتشاور الدائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019. لقاءات قمة جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي تشير إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث انعكست اللقاءات الرسمية بشكل سريع في دفع العديد من المشروعات المشتركة. الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة أشاد خلال لقائه بمسؤولين مصريين بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي. وخلال تلك الزيارة عقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس الجيبوتي، وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة في منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. اللقاءات الثنائية بين مسؤولي الدولتين شهدت كذلك التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصة في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذا وتقدم مصر الدعم الفني والدورات العسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية للكوادر العسكرية الجيبوتية في التخصصات المختلفة، كما أن هناك تعاونا بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني، وكذلك حماية البحر الأحمر من التهديد الإرهابي وعمليات القرصنة الدولية. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي مسجلة 82 مليون و300 ألف دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 37.5% عن نفس الفترة من عام 2020. وبلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتي 4.3 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة بلغت 79.2%. كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي لتصل إلى 86.5 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 39.1% من نفس الفترة من عام 2020. يرى الخبراء أن زيارة رئيس جيبوتي لمصر سيعقبها زيادة في التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي. كما يشير الخبراء إلى وجود فرصة كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية لدخول الأسواق الجيبوتية وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الأفريقي. تطور لافت في العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي عكسه تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية. حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ارتفع ليسجل أكثر من 48 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 38 مليون دولار خلال عام 2017، وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة كوميسا بجهاز التمثيل التجاري. وقد أوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40 مليون و880 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 34 مليون دولار خلال عام 2017. وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7 ملايين و130 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل 3
$3,999,000 خلال عام 2017. وشهد عام 2021 قيام وفد مصري كبير من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي فضلا عن التشاور السياسي، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي. وقد تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، تتواصل الجهود الحكومية بين مصر وجيبوتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة. أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة، لا سيما في مشروعات الهيدروجين الأخضر. جاء ذلك خلال لقاء بدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، وذلك لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مراجعة موقف العروض المقدمة من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف إنشاء محطات تحلية مياه البحر، حيث أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من الخبرات المقدمة في هذا المجال بهدف إتاحة المياه النقية خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى. وأكد مدبولي على أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، موجها بضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا النوع من المشروعات المهمة. وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة يهدف لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بأن يوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق على مستوى المدن الجديدة وكذا بشكل تدريجي بالنسبة للمدن القائمة بالفعل. كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية. وخلال الاجتماع جدد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى توجيهات الرئيس السيسي والخاصة بأهمية المتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق والاطمئنان على تواجد أرصدة منها تكفي لفترات أطول، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك السلع. في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة السبعين، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة لعام 2022 بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات. في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة السبعين، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2022 بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية
ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وأسر الشهداء وضباط من أوفوا العطاء، إضافة إلى قيادات وممثلي قطاعات وزارة الداخلية. يا بلدي فاكر مش ناسيلي كن جميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنب كل خير. بشكر السيد الرئيس والسيد وزير الداخلية على اهتمامهم بأسر الشهداء، ودايما ما بينسوناش في كل المناسبات. ما احس ان انا في وسط ولادي وان انا ما فقدتش ابني، كلهم ولادي وكلهم بيسالوا علينا، والوزاره ما يعني ما بتسيبناش في اي مناسبه الصراحه، بيفتكرونا في كل المناسبات. وليا شرف وفرحه كبيره قوي اني ابقى موجود في وسط ولاد بلدي اللي مسؤولين عن حمايتنا. الف مبروك على العرس الجميل والاحتفاليه الجميله بعيد الشرطه، وكلنا لازم فعلا نحتفل ونساعد رجال الشرطه زي ما هم بيساعدونا وتعبانين معانا. قدمت للحضور عروض متنوعه منها ميدان الجبال والفروسيه وعروض الكلابه، فضلا عن العروض الموسيقيه. اصطفت في أرض طابور العرض المركبات والأجهزة والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الشرطية المتنوعة. بنشكركم جدا على حسن الاستقبال وعلى العرض الرائع اللي اتعمل. حاجة مميزة جدا لأي حد، وأي حد يتمنى أنه يبقى موجود. السيارات الحديثة لقطاع الأحوال المدنية التي تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة كانت حاضرة في المعرض بتجهيزاتها المتطورة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين، حيث تدعم تلك السيارات خدمات الأحوال المدنية في أي مكان على مستوى الجمهورية، خاصة المدن الجديدة. كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ومعرض لمنتجات قطاع الحماية المجتمعية الذي يضم منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. أجواء احتفالية سادت المعرض، حيث اعتلى الحضور مركبات الشرطة وشاهدوا التكنولوجيا المتطورة وتبادلوا الأحاديث مع رجال الشرطة وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم لحفظ الأمن والاستقرار، كما التقطوا الصور التذكارية معهم. تحيا مصر عقيدة بيها مؤمنين، تحيا مصر وجه على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. كلنا فرحانين، احنا جينا اكاديمية الشرطة ولعبنا وبسطنا كلنا مع الضباط. اتصورت مع الضباط، اتصورت معاهم وركبت الموتوسيكل وركبت العربيات، وكنت انا فرحان قوي يعني النهارده. مبسوطين جدا، كان يوم جميل قوي النهارده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وهم طيبين، وبنحترمهم جدا وبنحبهم جدا، ويا رب يقويهم على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه. الحفله نفسها مبهجه للناس، وبتبين قد ايه الشرطه بتعمل مجهود وبتحاول تتواصل مع كل فئات المجتمع. كنا على العهد وقفنا بثبات، عشان بلدنا احنا نعمل معجزات. بلدنا دي اللي لينا واغلى حاجه فينا، تندهنا بتلاقينا. ويعكس عرض التكنولوجيا الأمنية مدى التطور المتواصل الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية لتلبية متطلبات العمل الأمني بما يواكب تطلعات وآمال المواطنين في وطن آمن وخدمة حضارية. على عهد بائي، على عهد بائي، عشانك يا مصر وتحيا يا مصر كل وقت وكل حين. تحيا يا مصر عقيدة بيها مؤمنين، تحيا يا مصر وجه على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. كل طيبين وتحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين وتحيا مصر. احنا مبسوطين جدا عشان طيبين. كل سنة وكل الشرطة طيبة، كريم حلوة قوي قوي، وتحيا مصر. معرض عيد الشرطة يضم كافة التجهيزات والمعدات والمركبات التي تستخدمها وزارة الداخلية في أداء المهام الأمنية المتنوعة، وهو يجسد معنى التطوير الذي تشهده الوزارة على طريق أداء المهام الأمنية باحترافية كاملة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لروسيا وفرنسا مخاوف مشتركة في مجال الأمن. جاء ذلك خلال محادثته في العاصمة الروسية موسكو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الأزمة الأوكرانية، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية المكثفة بهدف حلحلة الأزمة الأوكرانية. من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تسهم مباحثتهما في تخفيف حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الوضع في شرق أوروبا معقد ومقلق للجميع. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان إمدادات الطاقة لحماية الأوروبية من صدمات ناتجة عن أزمة أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي لبلينكين ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال بلينكين إن بلاده تنسق مع الشركاء والأطراف المعنيين في قطاع الطاقة بشأن أفضل السبل لتقاسم احتياطات الطاقة في حال بدأت روسيا هجوما يعرقل تدفق الغاز عبر أوكرانيا. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف بدأ تعزيز تواجده في شرق أوروبا منذ عدة أسابيع ويستمر ذلك حتى عام 2024. وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندري دودا أن الناتو رفع استعداده للانتشار السريع لأكثر من 40,000 عسكري في حالة التصعيد، مشيرا إلى أن روسيا إذا أرادت تخفيض عدد قوات الناتو في المنطقة فعليها أن تسحب قوتها من دونباس. أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أن بلادها سترسل إلى ليتوانيا 350 عسكريا إضافيا للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو. وقالت لامبريخت إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على أن في استطاعة الحلفاء الاعتماد على ألمانيا، ومع تعزيز الانتشار العسكري الألماني تصبح ليتوانيا في المرتبة الثانية من ناحية عدد الجنود الألمان فيما بعد مالي. أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والس أن بلاده سترسل قوات إضافية إلى بولندا قوامها 350 جنديا، وذلك في خضم الأزمة الأوكرانية الحالية. وأوضح والس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البولندي ماريوش بلاشاك أن إرسال جنود إضافيين إلى بولندا يأتي لإظهار القدرة على التعاون. من جانبه أوضح بلاشاك أن القوات البريطانية ستنتشر شرقي البلاد، معربا عن شكره للحكومة البريطانية على تلك الخطوة. نشرة التاسعة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس التونسي يقول أنه يسعى لدستور نابع من إرادة الشعب. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يتدخل في القضاء، مضيفا أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء يهدف إلى تطهير البلاد. وخلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودين، أكد الرئيس التونسي أنه لا يريد أن يجمع السلطات وإنما يسعى لدستور نابع من إرادة الشعب. في تونس وخارج تونس أنني لن أتدخل في القضاء أبدا، ولم يقع اللجوء إلى الحل إلا لأنه صار ضرورة ولأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد. لن أتدخل في أي قضية ولا في أي تعيين، ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت أن يتم وضع حد لهذه المهازل التي تحصل ونستمع إليها. ولا أريد أن أتحدث اليوم عن عدد من الأسماء، ولكن من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية فليعلم منذ الآن أنه لن يتمكن للتسلل إلى قصور العدالة التي خرجت العدالة منها.
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج السيد صالح بالعيد والد الشهيد شكري بالعيد وشقيقه عبد المجيد بالعيد. وعقب اللقاء أوضح عبد المجيد بالعيد أن اللقاء تطرق إلى موضوع كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بالعيد ومحاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء واحترام استقلالية القضاء. أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عاقل صالح تحديد الخميس المقبل موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة. كما أعلن رئيس مجلس النواب اعتماد خارطة الطريق التي تنص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهرا من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري. اطلع مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر. وفي هذا الإطار أكد مجلس السيادة ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد لحالة الانفلات الأمنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخرا، مشددا على أن عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية سيسهم في تسريع وتيرة العمل في ملف الترتيبات الأمنية. أعلن التحالف العربي أن قوات الحوثي أطلقت 4 صواريخ باليستية من الحديدة ومطار صنعاء الدولي باتجاه حرد ومثلث عاهم بمحافظة حكة. وشدد التحالف العربي على أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي، متعهدا باتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني. شيع آلاف المواطنين في مدينة شافشاون بالمغرب جثمان الطفل ريان بعد إقامة صلاة الجنازة في قريته إغران، وكانت المملكة المغربية قد أعلنت مساء السبت وفاة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر عميقة علق فيها لمدة 5 أيام في مأساة هزت العالم، وبذلت مجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذ الطفل. اختتمت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53. شارك في المعرض أكثر من 1000 ناشر من 50 دولة حول العالم، وسط إقبال كثيف تجاوز 1 مليون زائر. معرض القاهرة الدولي للكتاب اختتم فعالياته في نسخته 53، تلك الدورة التي أقيمت بمشاركة أكثر من 1000 ناشر من 50 دولة حول العالم على مساحة 80,000 متر مربع تم تقسيمها إلى 5 قاعات للعرض، ووسط إقبال كثيف تجاوز 1 مليون زائر من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية في مشهد حضاري مميز. معرض القاهرة معرض من أكبر معارض للمنطقة العربية بشكل كامل، يعني معرض القاهرة لو اتأثر بنبقى عارفين ان المعارض اللي بعديه هتتأثر بشكل كامل، فالإقبال السنة دي لا هايل جدا يعني، وخصوصا بعد انتهاء فترة الامتحانات. المعرض تنظيم جيد الحمد لله، يعني معرض القاهرة معروف المعارض الدولية او المعارض العربية من اقوى تنظيم واقوى حضور وجيد جدا السنه دي. فرصه ان انا اشكر برضو الهيئه العامه للكتاب واشكر القائمين على المعرض، فعلا مساحات بين الاجنحه هايله، الشباب المتطوع لهم منا كل تحيه، حلو الالتزام بالماسك بالتباعد الحمد لله، لا كان افضل بكثير يعني. لأول مرة هذا العام تم تخصيص قاعة كاملة للأطفال على مساحة 400 مترا وتضم مجموعة من دور النشر الخاصة بإصدارات الطفل والكتب المدرسية، إلى جانب إقامة عدد من الورش الفنية والثقافية وورش الحكي المخصصة للأطفال. السنوات اللي فاتت كان دمجين الأطفال مع قاعات الناشرين العرب، وكان الموضوع فيه صعوبة شوية، سواء من ناحية الناشرين العرب إن هم كان أصوات المسرح كانت تبقى عالية، مبقاش في تركيز بالنسبة لهم. النقطة الثانية إن كان الجناح الطفل ما كانش واخد الحق بتاعه زي ما موجود حاليا في قاعة 5 يعني. بصراحة هي تجربة ناجحة جدا من بدايتها، ودي أول مرة يخلوا في قاعة كاملة خاصة بنشاط الطفل وفي منطقة للكيدز اريا بتاعتنا، طبعا دي حاجة ناجحة.
انا حسيتها من الاقبال اللي حصل من الجمهور على الصاله، وفي نفس الوقت كل الناس كل دول الناس نفست على موضوع تقدم الطفل ايه، فبصراحه التجربه ناجحه جدا كمان يعني. نسخ متتاليه لمعرض القاهره الدولي للكتاب تستمر في اثبات نجاحها في جذب المواطنين لشراء الكتب والاستمتاع بالانشطه الترفيهيه والثقافيه داخل المعرض، كما تؤكد على وعي رواده باهميه المعرفه باعتبارها اداه هامه لبناء المجتمع. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة جزء رئيسي من الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة 2023-2027 وخططنا المستقبلية مع شركاء التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقا أنطونيو فيجيلانتي، بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا. ومن المقرر أن يعقد وفد الأمم المتحدة 25 لقاء مع الجهات المعنية ويزور قرى حياة كريمة لبحث الأنشطة المقترحة للمساهمة بها في تنفيذ المبادرة الرئاسية. كما عرضت الأمم المتحدة 4 محاور للتدخلات المقترحة من خلال أنشطة تنمية رأس المال البشري بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي معسكرا تدريبيا بمحافظة بورسعيد لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب من أبناء القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في 13 محافظة وكذلك من المناطق المطورة بديلة العشوائيات تحت شعار معسكر إعداد القادة من الشباب لمناهضة الإدمان في القرى والمناطق المطورة. هذا ويستمر المعسكر لمدة يومين بمشاركة 150 شاب وفتاة من أبناء القرى بهدف استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي وزيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات. وتم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي لتنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية عن أضرار المخدرات داخل المناطق المستهدفة وتعريف الشباب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية. الحقيقة إن مواجهة مشكلة المخدرات وبرامج الحماية من المخدرات داخل المناطق المطورة وداخل قرى حياة كريمة هي يعني بتأتي في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالخصائص السكانية لأهلنا، ومواجهة مشكلة المخدرات اللي يعني دايما بتكون يعني بيترتب عليها بعض الممارسات الخطيرة جدا بالإضافة إلى تأثيرات المخدرات سواء على الفرد أو على الأسرة أو على المجتمع. احنا بدأنا داخل 5 مناطق مطورة، ان شاء الله في 2022 هنقدر ان احنا نتوسع بشكل كبير، وكل الانشطة هتتم بسواعد المتطوعين اللي هم بيمثلوا قاطرة التغيير في هذا المجال. في الحقيقة احنا كنا بنستهدف القرى بكافة القطاعات اللي موجودة فيها، كنا بنستهدف في البداية الاماكن الحكومية، كنا بندخل كل الاماكن الحكومية اللي موجودة نتكلم مع القيادات اللي موجودة فيها ونبدأ نتكلم مع كل الموظفين ونوضح لهم رسالة الصندوق والتعريف بقانون فصل الموظف المتعاطي قانون 73 لسنة 2021. كنا بنستهدف القيادات الشبابية من خلال مراكز الشباب، نعمل لهم دوري رياضي، نبدأ تحت شعار انت أقوى من المخدرات، نبدأ نعرفهم بالحملة ونبدأ نعرفهم بالمشكلات اللي ممكن تحصل لأي شاب من الشباب. احنا النهاردة جايين في البرنامج الخاص بالقيادات الطبيعية والمناطق المطورة، عامل لهم معسكر تدريبي عشان نحاول نطور الأفكار اللي نزلنا بيها في قرى حياة كريمة والقرى اللي افتتحها سيادة الرئيس وبقية القرى اللي لسه فيها افتتاح رئاسي. والآن مشاهدينا موعد جولتنا الاقتصادية مع ياسر عبد الستار. أهلا بك ياسر. شكرا لكم، شكرا سحر، شكرا آية، وأهلا بحضراتكم إلى جولة في الأخبار الاقتصادية.
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد مصر الكامل لاستضافة الاجتماع السنوي 47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ يونيو المقبل. وخلال لقائها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر بالسعودية، سلطت وزيرة التخطيط هالة السعيد الضوء على تدشين مصر مجموعة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة في مجالات الاقتصاد الأخضر. وعربت السعيد عن التطلع إلى التعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة مصر لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ العام الجاري COP27. أكدت وزارة التنمية المحلية أن مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر، والذي ستنظمه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمحافظة أسوان، يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمحافظات الصعيد. وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الاهتمام الرئاسي بصعيد مصر تجلى في تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته العشر خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلى ما يقرب من تريليون جنيه. قام رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ بزيارة إلى ديوان الخدمة المدنية الأردني، وذلك في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام. وأعرب الشيخ عن شكره وتقديره للجانب الأردني على تنسيق هذه الزيارة وإتاحة الفرصة للقاء الجانبين وتبادل الخبرات وآخر المستجدات التي طرأت على شؤون الوظيفة العامة في الجهاز وديوان الخدمة المدنية. ومن جانبه أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن العلاقات الأردنية المصرية تعد نموذجا عمليا لتعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب من حيث العمق التاريخي والتنوع، واهتمام قيادة البلدين الشقيقين بتطويرها لتشمل جميع المجالات. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب وسط أحجام تداول منخفضة. وتراجع رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11548 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 84% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15.66 جنيه سعر الشراء، أما البيع ف 15.75 جنيه. سجل اليورو 17.92 جنيه للشراء، وسعر البيع 18.03 جنيه. أما الجنيه الاسترليني فوصل إلى 21.15 جنيه للشراء، و 21.29 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، أما البيع فسجل 4.29 جنيه. سجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، بلغت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع لتصل إلى 1810.85 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فسجل الذهب بعيار 18 نحو 682 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 795 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 909 جنيه، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6360 جنيه.
وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض من النفط، مما يعوض أثر المخاوف بشأن شح الإمدادات. وانخفض خام برنت 96 سنت بما يعادل 1% ليصل إلى 92 دولار و31 سنت للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 دولار و31 سنت أو 1.4% مسجلا 91 دولار للبرميل. أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن سعر خاماتها ارتفع بواقع 2.86 دولار ليصل إلى 92.84 دولار للبرميل. وذكرت المنظمة أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها في يناير الماضي بلغ 85.41 دولار للبرميل، في حين بلغ المعدل الشهري لسعر السلة في ديسمبر الماضي 74.38 دولار للبرميل. وكان تحالف أوبك بلس قد قرر في اجتماعه الوزاري 25 مواصلة الالتزام بخطة الانتاج الحالية، والتي تستهدف زيادة انتاج النفط تدريجيا، حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الامدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا في مارس المقبل. وإلى منطقة الخليج، حيث صعدت أغلب أسواق المال في ختام التداولات، وأنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية جلسة التداول مرتفعا بنسبة 0.4% بدعم من أسهم شركات المواد الأساسية والطاقة. وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي مرتفعا 0.6%، في حين أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بلا تغير يذكر. في أسواق المال الأوروبية، ارتفعت الأسهم بعد 5 أسابيع متتالية من التراجعات بدعم من مكاسب لأسهم التعدين وأرباح إيجابية للشركات غطت على تشديد منتظر للسياسة النقدية. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا بنسبة 0.7% بعد أن هبط بأكثر من 5% منذ بداية العام، في عقب انخفاضات في أسهم التكنولوجيا وتعليقات تشير إلى تشديد السياسة النقدية من بنوك مركزية وسط تنامي ضغوط التضخم. وجاءت أسهم شركات التعدين الأوروبية بين أفضل أكبر الرابحين في الجلسة، مع صعود مؤشرها 1.7% في ختام التداولات. انتهت هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى آية وصحر. شكرا ياسر. أسفرت الفيضانات التي ضربت العاصمة الإكوادورية أوائل الأسبوع الماضي عن مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 52 آخرين. وقد أعلنت السلطات الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا بعدما بلغ حجم الدمار في العاصمة وضعا لا مثيل له، وذلك حسب السلطات. هذا ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن امرأة مفقودة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت تعيش في حي لاكومونا الشعبي المتضرر من الانهيار الأرضي. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. مرة أخرى مع ياسر عبد الستار. شكرا لك سحر، شكرا لك آية، وأهلا بحضرتكم إلى الأخبار الرياضية. وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قادمة من مطار العاصمة الكاميرونية يوندي إلى مطار القاهرة الدولي بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية وتقديم المنتخب المصري أداء بطولي خلال مشوار البطولة. وحقق المنتخب الوطني المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا في نسختها 33 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في نهائي أفريقيا بالكاميرون. حظي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على الثناء من متابعي أدائه القوي على مدار بطولة الأمم الأفريقية والتي اختتمت أمس بالكاميرون. وحصد المنتخب الوطني وصافة البطولة بعد خسارته أمام السنغال بضربات الجزاء الترجيحية، ولم يكن طريق المنتخب ممهدا، حيث أطاح في رحلته بأكبر المنتخبات وهي الكاميرون صاحبة الأرض والمغرب وكوت ديفوار.
أداء مشرف وبطولي قدمه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون، رغم خسارة التتويج باللقب والفوز بالمركز الثاني على أفريقيا، ولكنه الأول في قلوب المصريين جميعا. رغم خسارة اللقب لا خلاف على الجهد الذي بذله المنتخب طوال مشوار البطولة ولقائه فرق كانت المرشح الأول للبطولة منذ الأدوار الإقصائية مثل كوتيفوار ثم المغرب، ووصوله لمباراة نصف النهائي مع الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور، وأخيرا في النهائي أمام السنغال والذي شهدت تألق اللاعبين ومثابرتهم للظفر بالبطولة التي انتهت بركلات الترجيح لصالح السنغال، مكاسب عديدة على الصعيد الشعبي، فقد نال المنتخب احترام الجميع، وشاهدنا كيف كان التضامن الجماهيري مع اللاعبين والمؤازرة والتشجيع، وكيف خرجت ملايين الجماهير في الشوارع رافعة الأعلام المصرية مع كل مباراة للمنتخب في مشاهد تعكس الروح الوطنية العالية والرياضية المشرفة، فليس هناك مناسبة تجمع الشعوب أكثر من كرة القدم، وهذا ما فعله المنتخب خلال مشواره بالبطولة في بث الفرحة والسعادة والآمال لدى الجماهير ومحبي الكرة المصرية، وأعلن اللاعبون عن أنفسهم بكل شرف واحترام بما أنجزوه وحققوه من انتصارات مقدرة خلال البطولة. لاعب الفراعنة كانوا عند حسن الظن بهم وعلى قدر كبير من المسؤولية خلال مشوار البطولة، لكن الجماهير تأمل في إسعاد مرة أخرى والصعود للمونديال الذي سيقام في قطر 2022 بعد لقاء السنغال مرة أخرى الشهر القادم ذهابا وإيابا وتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية. أشادت الجماهير بالأداء البطولي للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، ونجح المنتخب الوطني في بلوغ المباراة النهائية قبل أن يخرج بضربات الجزاء الترجيحية، لكنه استحق إشادة الجميع بعدما أزاح أقوى المنتخبات في مشواره. اللعيبة عادي، ما فيش أي مشاكل خالص، البطولة ضاعت مننا السنة دي، السنة الجاية إن شاء الله نعوض، ومحدش عارف الخير فين، يمكن ربنا يعوض يعني خسارتنا قدام منتخب زي السنغال ده في تصفيات كاس العالم. يعني مكسبنا الحقيقي ان احنا كسبنا رجاله كتير زي محمد عمنام واحمد فتوح، ناس كتير، وابو جبل، وطبعا نعوض ان شاء الله في تصفيات كاس العالم، وان شاء الله نكسبهم، وان شاء الله نقدم مستوى حلو. كنتم رجال وادوا المسؤوليه يعني، والحمد لله قدموا اللي عليهم وعملوا بطوله جميله، من احسن المنتخبات كانت في البطوله. والله الاول الحمد لله على الاداء، كان حلو. اهم حاجه، اهم مكسب في البطوله كان ان احنا كسبنا رجاله فعلا، وان شاء الله نعوض في التاهل لكاس العالم. هنلعب لسه مباراتين قدام السنغال، لسه ماتش عندنا وماتش عندهم، وان شاء الله يبقى نتاهل من قلب السنغال ذات نفسها. بصراحه هو المنتخب عمل اللي عليه، اللعيبه كلها كانت على اكمل وجه، عملوا اللي عليهم وزياده، وفي الاخر ده التوفيق من عند ربنا. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، واختار كاف 3 لاعبين مصريين ضمن التشكيل المثالي للبطولة، وهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمد عبد المنعم، فيما حجز لاعبان من منتخب الفراعنة مقعديهما في التشكيل الاحتياطي، وهما محمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح. هذا وجاء التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا على النحو التالي: يلتقي الأهلي غدا مع بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب عن مونتيريا المكسيكي بهدف دون رد. انتهت الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى سحر ناجي وآية كافوري. شكرا ياسر. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محسن سرحان الذي يعد أحد الفنانين الذين حققوا نجاحا كبيرا في ستينيات القرن الماضي. ولد محسن سرحان في بورسعيد واتجه للتمثيل بعد إتمام تعليمه، وحصل على دراسات حرة في السينما والمسرح.
ونتحول الآن إلى أخبار الأرصاد والحالة الجوية مرة أخيرة مع ياسر عبد الستار. إليك شكرا لكم وأهلا بحضراتكم إلى أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غربي البلاد على فترات متقطعة أيضا. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ من القاهرة العظمى 22، الصغرى 11، الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، مطروح 22، الصغرى 10، بورسعيد 22 12، الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 10. نتحول إلى محافظة السويس، العظمى فيها تكون 23، أما الصغرى 12، العريش 22 11، طابة 21 13، شرم الشيخ العظمى 24، الصغرى 14، والغردقة العظمى 23 والصغرى 13. نتحول إلى محافظة الأقصر، درجة الحرارة العظمى فيها تكون 26 والصغرى 8، أسوان 26 9، أما الوادي الجديد 24 7، شلاتين 26 13، أما حلايف 23 14. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترك حضراتكم مع لقطة اليوم. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين.
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجيبوتي ويؤكد تحلي مصر بإرادة سياسية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة. مدبولي يستعرض العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بوتين يبحث مع ماكرون الأزمة الأوكرانية ويؤكد أن لدى بلاده مخاوف أمنية مشتركة مع فرنسا. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من التاسعة.